أخي القهر أخ. دامك معصب كذي كان رحت لها، مو تحط حرتك فينا. قوم قوم نروح لداود، سوالف تنسيك هالجو الغثيث هذا كله. قوم. ومن هذا داود اللي طلع لنا فجأة؟ داود هذا ريال ذهب ذهب، عنده مشاريع وربح وفلوس. قوم. وانت عندك مشاريع مع داود؟ ايه، يعرف مدارس وجامعات. قوم. ايش فيك انت نفسك تي تعبان؟ الا تعبان وبس، قول مو قادر يتنفس. نزلت الدري وصعدته اتهد حيله، لكن الشكوى لله مو راضي يروح للطبيب. انتوا لا تغثوني وانا اصير زين. بعدين تعالي، ايش حقه هالبخور؟ ولا هي حرقت فلوس على الفاضي؟ علامك اطيبك، انت رايح حق الريال، رايح حق شغل. انا بروح عرس، بروح مجمع، ايش كثر محلات العطورات. اتطيب مع داود. يلا يا اخوك. يلا يلا يلا. شو السالفه؟ قبل تعيب على صلاح انه يروح مجمعات وعيب وحق الشباب، الحين انت تحن عليه. يلا يلا. يا كثر حنتك يا مرا روحي. الله ما يندرى عنكم. اخي يا اخي، قلبي محروق على هالاسماء هذه. شلون صورتها كذي؟ والله الموضوع يضايق. أدق عليها؟ اللي يرحم والديك عايشة، فكينا منها. كانوا عيالك راحوا وخلص، انتهى الموضوع. هاو، أنت إيش فيك بعد؟ ما فيني شيء. شوفوا عاد، ترى أنا تعبت، صج تعبت منكم. كل واحد يجيني عاقد النونة، ولا سألت إيش فيك؟ ما فيني شيء. دام ما فيكم شيء، عايش حق تسوون كذي؟ إيش حق هالوي هذا الحين؟ نطقي، إيش فيك؟ إيش فيني بعد؟ أنا متعلمة ومعي ماجستير، وري اليوم يبي يكمل دراسته وياخذ شهادة، راح قال حق الكل إلا أنا. من صدقك؟ صلاح بيكمل؟ هذا وين وين الشهادات؟ وحتى لو فكر إيش حقه ما يقول لك؟ قال حق مشعل ووصاه ما يقول لي، أو قال حق أخوه، ومنصور كل شوية يزل لسانه قدامي، والحين راحوا حق واحد يشوف لهم جامعات. إيش جامعاته؟ يبا هذين رايحين حق واحد يضحكهم، عنده مشاريع خربوطة. هلي ولدي قال لي عنه. اللي حزب الخاطر يا عايشة، أنا ريلي خش عني أنا الفاهمة دارسة، ويروح حق هالخربوطة يسأله عن الجامعات. الله المستعان. إيه شلون؟ يبا أخلص شغلي ويكم، ساعة زمان وأكون عندكم باللوكيشن بالتصوير. ها شلون التصوير؟ الأمور ماشية؟ يا الله حبيب قلبي، ساعة زمان، فمان الله فمان الله. داود ايش تصويره اللي عندك؟ اوه صدق انا ابو علي ما قلت لك ان انا كاتب دراما وافلام قصيره. اوه صحيح صحيح، نسيت نسيت. اختي عرفتك وتمدحك بعد، ترى اختي كاتبه. ايش تكتب؟ مسرح طفل؟ لا لا هي ما تكتب، هي تشتغل مكتبه. لا تكتب تكتب، حتى هذا تكتب مع هذا شو اسمه زيد زويد شيء. وليد زيدان؟ ايوه وليد زيدان. نعم. يعني اختك تكتب دراما؟ والله عاد استاذ داود انا مالي بهالسوالف، بس اللي اعرف تكتب في التلفزيون. شوف شوف، قول حق اختك اذا عندها مسلسلات وهي مهتمه. ها أيوة. ترى انا شراي، انا بالشوفة انا اشتري مسلسلات ترى. عفا عليك، اكلمها ولا يهمك. عدل عدل يا ابو علي. يسلمك. يبا خلونا من هالسالفه. اخ داود صار على موضوعنا. يبا موضوعك سهالات، امورك ماشيه، خليك معاي تمشي. عرفت شلون تمشي؟ اي يعني شنو سهالات؟ ماني فاهم. يبا شبي سهالات سهالات. الله يرحمه الله يرحمه. ما ادري شلون بديش البيت بدون لا اشوفه. كات. استغفر الله، انا هذول ما ادري شلون ما يتسبحون. ما علي استاذ، نعيد المشهد بس. وليش نعيد المشهد؟ ما علي بس نعيده. صهيب وينه؟ استاذ صهيب فوق تعبان شوي. وشنو يعني تعبان؟ هذا شغل، وشلون يخلي مساعدين يخرجون هالمشهد؟ هذا مشهد ماستر. معلش استاذي، ناخذ اللقطه مره ثانيه ونخلص على طول. استغفر الله، رجاء لا حد يدش اللوكيشن مو متطيب. دموع وين الدموع؟
هذا 18 مشهد 17 دي تيك 2 3 2 1 اكشن. الله يرحمك الله يرحمك، ما ادري شلون بدش البيت بدونه. كات. عاد ما قلت لي ترى في 1000 جامعة وجامعة وايد، مليون جامعة. شوف عندك مثلا جامعة النور، وعندك مثلا جامعة هونغ كونغ الشعبية، هذه وايد انا انصحك فيها. انت وين تبي؟ تبي بالشرق الاوسط؟ تبي بشرق اسيا؟ تبي باوروبا؟ بس ها انت وميزانيتك. عسى مو غالي هسه داوود. لا عفا عليك، اكو شيء يغلاك. عندي اضبطه، بس ها ترى انا اخذ عموله من الحين، اقول لكم عشان لا تقولون بعد غشنا وهالكلام. لا محشوم استاذ داوود، هذا حقك. ايه حقك. خلاص يوا تعالوا لي مكتبي بشرق، عرفت شلون؟ ايه عرفت الكلام؟ ايه تعالوا لي مكتبي بشرق واموركم طيبه. هناك عندي انا لابتوب، ما في الا كم جامعه هناك، لا الاوراق، الدنيا، الصور، المعاهد، المخاطبات اللي بيني وبينهم، المراسلات، كل هالامور عندي بمكتبي بشرق. حياكم. زين ليش ما تجيب اوراقك ومستنداتك وصورك هني عشان نشوفهم؟ وعلي شنو اخوك ساكن هني؟ لا بس انا اذا تعودت على مكان ما احب اغيره. اخوي عكسي تماما، انا احب اجرب كل شيء جديد مثلك يا استاذ داوود. اي ما عليه، بس باكر اذا اخوك خذ الشهاده ها؟ الو وينك؟ انا بجنيف، أنا قاعد أحتسي قهوتي بإكسفورد ستريت. عرفت؟ هذا غير الشانز. الله الله، وأنا أخوك شحالاتك عاد، وأنا أخوك قاعد في الشانز وجدامك هالبحيرة والباط. شوف عاد لازم تجيب الشهادة وتنجح يا صلاح. شانز وبحيرة؟ هذا إيش عرف أبو علي؟ هذا حد المطلع، لا وصارت منطقة وتوهق. حلوة. حلوه يا ابو عيال، سالفه الشانس هذه حلوه صراحه. هو كان مالي علي البيت، البيت اظلم بدونه. ما اتخيل نفسي ادش البيت وما اشوفه قاعد ناطرني، ادخل البيت وابوس راسه. اذا احس ان انا متضايقه اصلي الى غرفتي اتاكد ان انا زينه. راح افقد هواي وايد، راح هو ضيع عيوني ونور قلبي، حسني ضايعة بدونه، ضايعة. البيت صار ضمة وما عندي أحد غيره، هو كان ظهري وسندي. الله يرحمه الله يرحمه أبوي. كات كات. الله الله عن ابنك، الله الله يصير أبوسك، يصير أحبك. شنو هذا؟ شنو هالروعة؟ شنو هالروعة؟ والله روعة روعة، تصدقين يوم شفتك قعدت أبي أبكي أبي أبكي. عجبك المشهد؟ وايد وايد، انتي روعة روعة روعة. انا اسفة اولا اني اقتحمت اللوكيشن على حين غرة، ثانيا شنو هالحالة؟ شنو هالحالة العظيمة اللي عشتيها؟ شنو هالاحساس بالصدق؟ شنو هالحزن؟ والله من شيء شميته؟ لا روعة صراحة صراحة، يعني شيء مو معقول اللي صار. صدقين ذكرتيني بنفس حالتي لما ياني نبأ وفاة أبوي، وشلون تأثرت، نفس التعابير، نفس حالة الحزن والصدق. شيء مو معقول صجلي، قالوا أن الفن يعكس الواقع، الدراما ما هي إلا انعكاس للواقع الاجتماعي. شو مساعد؟ شو الأشكال الغريبة هاي؟ ما نشتر، ترى في تسيب مو طبيعي صار في اللوكيشن. وينك يا سهيب؟ والله ما كنا نشوف هالشغلات. بسم الله عليك، بسم الله عليك، الله يحفظك، ما شاء الله مبدعة مبدعة مبدعة. ساعة
سلامة دموعك، عساها ما تنزل إلا من فرح إن شاء الله. تعرفين عاد أنا بسميك أمينة رزق الخليج. خلينا من أمينة رزق الله يرحمها. الله يرحمها. صار على الموضوع. نسيت. تعالوا شباب تعالوا. هذا في 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 كل الموضوع الحين أقول لك شلون. عيال أخوي علي ومشعل. الأستاذة سامية طبعا غنية عن التعريف. هلا فيك حياك الله. تشرفت. شرف لنا. أهلا. هذا اللي قلت لك عنه. تعال لا تستحي. اختي خجولين عيال اخوي، هذا علي اللي قلت لك المحامي اللي بيكون معانا. اهلا سوري شكلي مبهذل، هذا اول لقاء بيننا. لا بالعكس، اصلا انا مستمتع وانا اشوف شغلك، اول مره اشوف شيء كذي. تشرفنا. ليه ان شاء الله. سوري اخاف ايدي مبلله توني ماسحه دموعي. لا عادي ما يهمك. ما شاء الله عليها. شيء عجيب، مبدعة تخرع استثنائية. ما شفت مسح حالة الحزن اللي هي فيها دقيقة واحدة انسلخت توا ميت أبوها. عظم الله أجرك. مو صدق، تمثيل. خشمة ما يدرون. وأنا شكو بالممثلة علي اسمعني، أنا دازك أنت وأخوك علشان تخلصوا موضوع عمتك. شو موديكم هناك؟ شلون؟ بتقعد معاكم. اسمها سامية. يلا خلص ودق علي. فهم الله. شو السالفة؟ لا موضوع بسيط ماكو شيء. لا تفهمني يا أخ صلاح إن أنا قاعد أطفل عليك. لا بس أنا لفت انتباهي سمعت ممثلين ومسلسلات، ترى أنا مو على الممثلين كلهم يتمنون شخطة قلم من كتاباتي. ما تقصر يا أخ داود، موضوعنا بسيط وبينحل. زين وينهم الحين؟ بعدين يا أبو علي بعدين. قول لي صلاح وينهم؟ رايحين مكان تصوير، يبون يشوفون الممثلة بيتفاهموا معها. مكان تصوير؟ الممثلة اسمها سامية سعد؟ إيه سامية. هذا مسلسلي، مكان تصويري، إيش عندهم رايحين؟ لا ماكو شيء أخ داود، عندهم شوية شغل معاها، يتفاهمون معاها وبيردون. عمل جديد؟ أكيد رايحين يتفقون مع وليد زيدان. لا أستاذ داود، هناك شيء وهني شيء ثاني. أقول كنا طولنا، خلنا نمشي. يلا نمشي. خلاص حط الكاميرا هني وانا الحين انادي الممثلين. ايه على عمرك. لنا؟ انتاجنا قوي ترى. ما شاء الله. شكرا. مشكور. ثانك يو. شوفي مبين وراكم اللوكيشن، يعني هذا الشيء راح يفيدنا ان شاء الله. عموما موضوعكم بسيط ولا تحاتون، حقكم ما راح يضيع. انا قلت لك هي كانت بتودينا المحامي، انا قلت لها لا انا بنروح المحامي، انا اعرفه اللي هو ولد اخوي بيبرنا وبيشوفنا بيشوف لنا منو المحامي اللي نروح له. ليش منو نروح؟ هو مو محامي. اي محامي بس هو بمكتب مو محامي للحين، بمكتب بس هو بيفيدنا. نطلب مشورته، انا صراحه ما اقدر اتخذ اي خطوه من غير ما ارجع لهم، هم عزوتي يقولون لي شو اسوي وين اروح. سامية أنت تدلين طريق المخافر، أنا دلت طريق المحاكم. طريق المحاكم طريق وعر، وإذا دخلت أبي أدخله بسلام بدون أي خسائر. إيه؟ لا أستاذ يا سامية ما يحتاج أشوف أحد. أنا فعلاً هديت شغلي بس هاليومين راح أداوم مكتب محاماي جديد، يعني يتوب وقتكم. شفت شلون؟ مصائب قوم من عند قوم من فوائده. إحنا ما نتحكموا بحياتنا، الأقدار هي اللي تتحكم بمصائرنا، ما هي اللي تتحكم. مكتب جديد، يعني انت صغير ما عندك خبره. اي صغير استاذه ساميه، او عياله قده. لا ايه ما شاء الله مبين عليك، انت كم عمرك استاذه؟ صدقيني الخبره مو بالعمر، والمكتب اللي انا بشتغل فيه وايد زين، وراح اشاورهم مشكلتكم. بعدين لا تنسين هذه عمتي، يعني ما راح اقصر معاها بشيء. الله يديم المعروف. وانت محامي بعد؟ لا هو متطمش جمهور. لا انا جاي علشان اطمن على عمتي. طمن. إيه الله يديم المعروف.
ها عمتي يلا نمشي. لا تو الناس، انا دخلت اللوكيشن على حين غره، ما سلمت على الستاف. صح ستاف الفريق. خلاص عيل، على ما تسلمين على الستاف على قولتك احنا ننطرك. تفضل تفضلي. تشرفنا. فرصة سعيدة. مع السلامة. مع السلامة. ان شاء الله. نبيل، نبيل جدا. هو نبيل ولا علي؟ لا هو علي، بس نبيل بأخلاقه تربية عايشة. هي حلوة ولد عايشة. عارفينها؟ لا ايش عرفني فيها، انت توج قايلة. صح صح صح. زين تعالي بسألك، انت بتسلمين على منو؟ على الستاف. سمعيني، مو تعطينهم وي؟ لا لا أستاذة سامية، انت أكبر من كذي، ترفعي عن الصغائر عن إذنك. ساعات نعيش مع ناس سنين طويلة بس نكتشف إن ما عرفناهم عدل، ساعات نلتقي ناس كم يوم نحس إن عارفينهم من سنين، ساعات نعيش سنين طويلة مع ناس بس نكتشف إن ما عرفناهم عدل. السلام عليكم، شلونك؟ أنا أعتذر ما سلمت عليك، بس انبهرت بمشهد فنسيت. لا لا مشهد. جاهزين؟ تكفون ترى ما نخلق العيد بعد. والله تعبنا، كسر جسمنا، لا فراش نفس لوادم، لا مخاد. توتي ابني دبل اسبريسو. اخلعوا من هنا، اخلعوا. اكاد اجزم انه دلال مو مخرج. راجع الحوار استاذه. يلا. ساعات نعيش سنين طويله، ساعات نعيش مع ناس سنين طويلة بس نكتشف إن ما عرفناهم عدل، وساعات نلتقي ناس كم يوم ونحس إن عارفينهم من سنين. برافو. تفضل. يلا بعد شوي نبلش. يلا جاهزين استاذ. ما علي، نوقف ورا الكاميرا شوي. بالتوفيق بالتوفيق يا مبدعة، قلوبنا معك، الله يوفقك، أنت مبدعة. ثري تو وان أكشن. ساعات نعيش مع ناس سنين طويلة ونكتشف إن إحنا ما عرفناهم عدل، ساعات نلتقي بناس كم يوم نحس إن إحنا عارفينهم من سنين طويلة. كات! الله الله يا مبدعة، برافو. إيش هالإحساس اللي عليك؟ إيش هالإحساس؟ نار المشهد نار. جهزوا لي المشاهد الباقية. ما عندكم موالد؟ حلو شيء. إيش دعوة؟ إيش دعوة؟ إيش دعوة؟ لا يطق لك عرج. عطني هالبرجر. بصراحة أول مرة يصدق هذا، العادة يجعجع. أداءها جبار، أداءها جبار، عجيبة عجيبة. ليش هتظهول أداءها أقل من عادي؟ لا تأفورون. داثرة داثرة، صدق داثرة حبيبتي. الله الله، إيش الإبداع، إيش الإبداع، إيش الإحساس، برافو عليك، جميلة جدا. إحساسك يعني إيش فيك ستاب؟ لا لاني مو ماكل، خليني اكل وهي عبر لك. بس شاطره شاطره. شكلك لو تعطيني شقيتي جولي. ما عليك يا مبدعه، الله عليك. حبيبتي انا كنت مشغوله، سامحيني، كنت قاعده احضر حق المشهد. انا اعتذر، انت اللي سامحيني، سامحيني اقتحمت عالم الابداع اللي انت كنت عايشه فيه. عيال اخوك برا اللي طعتيهم حبيبتي. ادري والله ادري. حبيبتي انا استاذن الحين. يصير ابوسك؟ قعدي حبيبتي قعدي. حبيبتي. سلمي لي على علي. عند السلام لله. شان تيتو جيب لي قهوه ثانيه. يلا مع السلامه، مساعد نشوفك على خير ان شاء الله. راح اكلمك باقرب وقت ان شاء الله باذن الله. انا في انتظار اتصالك. مشكور.
حاجك شو السالفة؟ هذه منو كل يوم وياي تنيني؟ هذه كاتبة وتبيني أقرأ نصها. نعم؟ أنت تقرأ؟ الله مسخرة. أنت من متى تقرأ؟ حبيبي أنت حدك تدق على الممثلين وتقول لهم شنو وراك وراكم. سامع؟ الله مسخرة. من هب ودب يقرأ. هلا عميمة. هلا. الله يهديك، وايد تأخرتي. آسفة يمو، آسفة، أعتذر. صاير قاعد يشتغلون بالمشهد وما يصير أسلم عليهم والمشهد يشتغل، ما يصير، مو أصول، مو أخلاق مهنة، فأنا نطرت يخلص المشهد سلمت عليهم وأخرتكم وأعتذر منك. أشوى النمارة داخل ورطني، أشوى أشوى مار داخل ورطني. ألو 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 خالد، ألو، ها يما، ها، ما فيني شيء، ما فيني شيء، سلامتك، شلونك؟ خالد وين المشكلة؟ إيه أنا أمرك الحين عدتها ألف مرة قاعدة أفهمك، أنا أمرك في مشكلة إني أنا أيك؟ لا لا، بس أنت قل لي أنت وين وأنا بي، أنا بيك ملزمة. دزلي دزلي موقعك وخلاص، لا تسويها سالفة، أنا أيك. مشكور خالد، مع السلامة. مع السلامة. عمتي تبين وصلك عنده؟ بعد إذنك. إيه الحين هو يدزلي الموقع بالواتساب. إن شاء الله ما سببت لكم إحراج. لا لا عادي عمتي، ولا يهمك، شوف عليك. بعدين خيرة يمكن لي شفتوه يطيح الحطب وتطلعون معاه، هذا مهما كان عمكم والعلاقات الإنسانية حلوة. لا لا عمتي ما له داعي. إي أتفهم الوضع. يصير أسألكم سؤال؟ خير عمتي. أنتوا لما جيتوني وقفتوا معاي، أبوك وأبوكم اللي هم أخواني الصغار يدرون أنكم واقفين معي في هذه القضية، قضية الإساءة الإلكترونية التي وقعت علي، أقصد التنمر؟ إيه إيه عمتي، إيه عمي صلاح شايش ومعصب حد على اللي صار، ترى هو اللي قال لنا نيج. صاج؟ استغفر الله يا ربي، البني آدم إيش كثر يفهم غلط، لا إله إلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إيه أنا أعرفهم إخواني، ما يهياهم قلبهم، طيبين، قلوب طيبة من الداخل، مهما صار أنا أختهم العودة اللي ربتهم، هم بس مثل أطفال ما يقدرون يعبرون عن مشاعرهم الحقيقية، علشان كذي طرشوكم توقفون معاي وتديرين بالكم علي. مشكورين مشكورين. كهو طرش الأحداثية الموقع. أشوف. ايوه ان شاء الله. استغفر الله يا ربي، استغفر الله. ترى مو بعيد من هني، شكله قريب اظن كذي، ما هو؟ ايه مو بعيد، دقائق ان شاء الله. ان شاء الله. الغيلوله حركت خلايا مخي ونشطت ابداعي. اسمع، كاميرتك على الحوض تصعد على الممثل. لا لا لا. شنو لا؟ انا المخرج هني، اسمع كلامي، اقولك على الحوض وتصعد وخذك لو الصريح يسار شويه. يسار لين يصير انعكاس الماي. الكاتب الكبير وصل. هلا بمخرجنا. انت وين؟ هلا 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 حبي، شلونك؟ حبيبي ريج حلو وكلام حلو ما يمشي وياي، وينك امس طول الليل ناطرك تدز التعديل، ليش ما رديت عليه؟ لا بعد عمر، ايش فيك؟ يبا قلت لك النص نصك، عدل فيه، سوي اللي تبيه. اسمع عيل، شلت 10 مشاهد تافهين ومكرر، لغيتهم من النص. يبا انت ابوها وسمها، الا ما قلت لي من وياكم اليوم. زيدان وينه؟ بلا زيدان بلا مسيح. صدق ارفع مواتك. هذه الكفشات الحلوه دائما. تعال امرني. شنو هذا؟ دارا كوريا باش.
بلا راكور بلا ماكور يلا اكسسوار هذا فيه التتبع وراه مشهد ثاني اكسسوار انا الكاتب ايش فيك؟ انا ضايفه زين من ابداعي يعني ما يخالف ما يخالف من ذوقه شو السالفه؟ حلو عاد على طاري الحلو من ساعة عنفوان قالت جملة شيء حسيت انك انت مو كاتبة حركت شريان تاجي بقيت اسوي خسارة بعد يا بعد شلون فكرت تكتب كذي يا ديفيد يا بعد عمري يا بعد عمري انا هذه كتاباتي يعني اي جملة تقول يا سليمان دمعت عيني ما اقدر اكتب لا صحيح ديفيد الجملة نار يعني ما ادري شلون قالتها يعني احساسها اقوى من احساسي لا 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 سوي بتكفى احساسها غير كان مكتوب لها انا ما اكتب الا حق عنفوان قالت يا سليمان يا مناس تقعد وياهم سنين وبنين وتاكل وتشرب ولا تعرفهم منو سليمان شنو سليمان شخصية أساسية أنت ما تعرف شنو شخصياتك بالعمل؟ حبيبي أنا كل الشخصيات كاتبها إيش فيك أنت لا تطلعني عاد المهم أنت وايد طولتوا ليش؟ إيش طولنا شوفت عينك بعد أشتغل بيدي وريلي شو أسوي لازم تطلع رؤية خاصة شيء مختلف حق الجمهور يشوف مو نفس المتداول والمتعايد شوف الحين هالمشهد شوف هالمشهد أنا عندي مشهد من هني الحوض أصعد بالكاميرا انعكاس الممثل كلوز صريح الكاميرا شنو ما راح أجيب الشاريو راح أنا أحركها كذي أفرها تمام بعدين هذه اي مخرج سواها خلصني يسلق طالما منزل كاميرتك تحت نزل كل المشاهد اللي فوق تحت وهو مو مكتوب مستلقي على السرير خله من شكع بالحوض يغرق حبيبي انت مو تبي فلوس بلى خلصنا اي والله حاكيك صهيب هذه مو جنه عيني حط هالقفشات من المسلسل حط هالقفشات قطعها من القفشات يبا كان قلتي لي انا اللي اجيك اخذك من زين التاكسي عرف العنوان انت مو جايه بتاكسي عيل شلون جايه وين قاعد طالعين وين اوه هني ها اي اي كهو 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 واقف واقف انت تعرفون عمتكم أنا قاموس الكذب مو موجود بحياتي صح. ولا حبه صح. ما حبه ما حبه ولا واطمه إلا إذا كانت كذبة بيضة تقرب القلوب وتهدي النفوس وتحفظ صلة الرحم ما في معنى كذبة بيضة مضطرين وعلى قولة ميكافيلي الغاية تبرر الوسيلة منو؟ ميكافيلي هلا 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 والله هلا 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 شلونك؟ نزل سلمون نزل يعني مع زميل يسلمون علي لا. بس مستحين منك يقولون واصلين لمكانه من غير استئذان ما يصير ما شو ما يصير؟ الله والنبي بحييكم يبا هلا هلا شلونك؟ هلا يبا السلام عليكم شلونك؟ هلا عمي هلا عاد انت تبيهم ينزلون يباركون شقتك من جديد؟ انا قلت لكم عمتي انا بمشي الحين واشوف الموضوع اليومين وارد لك خبر ان شاء الله لا 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 منزل عليكم الريال يبيكم تخرمون بيته تباركونه ما يصير حياكم حياكم لا ما علي احنا ورانا شغل لا 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 ماكو وراكم شغل اصلا انتوا لزمت علي قبل لا يقول اهو ها بلا نزلتهم أيه. حياكم انتم بعد الحين عرفتوا العنوان عشان اكمل لكم العنوان شقتي رقم 5 انا اسبكم يا حياكم حياكم يلا 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 عمتي بكفون السياره بس امان احنا مكان امان لا تخاف يما امان اذا على الاقل فسك الباب يلا يلا توكل على الله يلا يلا عفية عليكم عفية عليكم ما قصرتوا يلا 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 بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم حياكم 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 شوف تعالوا يما تعالوا تعالوا تو ما نور البيت تعالوا 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 ادخلوا تفضلوا تفضلوا مشكور مشكور هلا هلا تفضلوا 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 هلا بالشباب ما علي ترى الشقه يعني ملخبطه وهذا عارفين عزابي لا 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 هذا مو صحيح هذا لا يبيح لك لانك اعزب ان تصير الشقه في فوضى عارمه أنا عزبة مو متزوجة
ما الله رزقني، لكن تعال شوف شرقتي شيء عجيب، ريحتها تينن. إيه شو تشربون؟ لا مالك شغل، أنا أقوم بالواجب. لا لا أنا أسوي الاتصالة كذي. لا لا ما عليك، المطبخ مأساة. لا ما يخالف، قولي وين المطبخ. خليك يبا المطبخ. أنا دورة، أنا دورة. لا أسماء أسماء وين رايحة؟ أنا دورة، أنا دورة. لا الماء شبتين؟ ريحة شقتها غريبة. إيه ريحة بهارات ما أدري شنو. إي والله هذا ما له خلق يرتب شقته، شلون له خلق يطبخ؟ تصدق خالد مطبخ قبيله اعاده تاهيل. اسمع لا تتعبين نفسك الحين، ايج ها شباب شاي قهوه. لا لا مشكور سلامتك. ما يصير تيون هني وما تشربون لا شاي ولا قهوه، الحين شاي قهوه بعد شوي غدا. ها شنو انت تطبخ؟ لا لا انا ما اطبخ، بس تدرون عزابي اطلب من المطعم، المطاعم اللي هني كلها تعرف عنواني. صدق بسالك شلون ماجري لك هالشقه وانت عزوبي؟ مأجرها بعد شلون؟ لا يعني أنا خبري إن الشغل اللي بالمناطق السكنية ما يأجرونها إلا حق عوائل ولازم في عقد زواج، فأنت شلون مأجرينها لك؟ لا 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 أنا مو المالك، صديق واحد من الربع فأنا متفق معاه، والحمد لله على الأمور ماكو شيء يعني ماكو مشاكل. وهذا والله بيني وبينك يعني كان زين زايريني من زمان بس عشان أنظف الشقة يعني. بس بقى عاد شنو؟ أنا شو لبقتها شوية شوية لبقتها، بس بعدين بحط لك بخورة. أشو أن عندي بخورة؟ أنا كل شيء عندي معي بالجنطة، تصدق ما راح أقول لكم شيء تضحك. شقتك ريحتها تذكرني بشيق بريحة جون السائق اللي يوديني ويجيبني. جون إذا يعني الصبح أشم فيه ريحتين، ريحة ريوقة وهو متريق مثل هالريحة، وريحة شيطاني. اسمع يا مصطفى، إيه ابي هذا المشهد الحين ونشوت ما نوقف. ايه طيب فيك تقول لي استاذ من وين بدك نبدا ومن وين انت؟ ما في نقطه معينه، ابيك تلحق الممثل حاله حال المسرح، وين يتحرك تلحقه بكاميرتك، وين يروح تلحقه. ايه طب قل لي انت كيف بدك المشهد، يعني كيف نتحرك ورا الناس، كيف نعمل؟ قصر حسك انت، ايش فيك انت علامك بعد بقولك شيء بيني وبينك علامك، ابيك تتحرك ركز انت شوي. ايه خذكم ممثل لحالها وريحنا، هن من اساسه ما نطيقين. هذا المألوف اللي انت قاعد تقوله هذا اللي كل مخرجين يسوونه. إيه؟ انا بسوي شيء جديد، شيء إبداع، شيء ما شاف الجمهور. لازم تشق وياك مخك، وانت شفت مساع قصر طلع وياي مشهد الحوض والكاميرا هذا، الحين خلايا مخي ما هي تركيز. ايه تكرم عينك، شد حيلك بلمساتك الاخراجية. حبايبي ممثلين ابي تركيز بتهون خلايا مخكم، هذا المشهد راح اسويه ون شوت، ما ابي واحد يكئ عشان نخلص ونطلع بسرعة، ترى وايد عندنا اوردرات اليوم. صار دعوة ما حد سوى ون شوت غيره، أذان ون شوت ون شوت. لا 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 مهما كان أنت أختي وما أرضى لك المذلة. أختك تعبانة أستاذ. نعم أستاذة. أنا هني يصير أضيف لزمتي الجحيم؟ ضيفي يا أستاذة، أساساً أنا لي الشرف إنك اشتغلتي لي، بالعكس ضيف اللزمة. الجحيم تبا لكم، الجمهور والناس تبي لزمات، تبي قفشات، هذا رمضان ثقيل. اللي تبينه جعل ما يكتب لك احد غير. قولي امين. امين. شوف هذا الحكي اللي يرفع المعنويات مو انت، اختك تعبانه. وين ايه اختك تعبانه، حياتها جحيم. انا انظلمت وايد. تتكلمين عن الظلم؟ لا معلش. معلش؟ شنو هذه معلش بعد؟ ما مرت عليك يعني مو تقولين قارية الحوار؟ قارية حواري أنا بس، مو قارية حوار غيري. بعد هذا المكتوب، شوفي مكتوب معلش، وأنا استفسرت من مساعد قال ما تغير. بلغت الأستاذ صهيب وقال لي التزموا بالنص. معلش عاد؟ معلش؟ ما ترجع هذه؟ معلش صدقيني لها أبعاد أستاذة، لها أبعاد. لا تقولينها لا تقولينها، لا لا تقولها خد غيرها. معلش برستيجي يا ديفيد، برستيجي لا برستيج بلا. انت شنو ليش قاعد حق مساعد تلتزمون بالناس؟ ليش صاير بعد طلعت كلمه معلش؟ اي من رخصك منك انت، انا كل شيء بدقق عليه عيون هالقد على شماله. حبيبي اذا خليت نص لما تكوته عدل. زين الحين شو اسوي؟ ما عليه وترتني، انا قاعد افكر بشيء بس ما عليه، انا اتصرف. معلش
تيتو امورنا يا استاذ. معلش خبزه مع جبنه. عيني كيف فهمنا؟ فهم معلش. ما هقيتها منك يا اسماء، ما هقيتها منك. ولا انا شبين ريحه بيتي باللي كد على التاكسي؟ ايش تقصدين؟ ما اقصد، اقسم بالخالق اني ما اعنيها ولا اقصد. انا ساعات عفويتي تحطني في مكانات مو مكاني، والناس تفهمني غلط. يعني انا مو طبيعي، مو طبيعي، مو طبيعي خالد اني اضرب من تحت الحزام. والله العظيم ما اقصدها ولا اعنيها، والله العظيم. انت شفتوا اشكالكم وانت تقولين الكلام اللي قلتيه؟ قاعدين تضحكون؟ تطالعون بعض وتضحكون علي؟ ايش تقصدون؟ تشمتون فيني؟ لا، شنو تشمتون؟ منو اللي تشمتون؟ لا انا ولا هم يتشمتون. انت 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 عمهم وهم عيال اخوك، شلون يتشمتون؟ بعدين انت شو تشمتون فيك؟ ما فيك عيب عشان يتشمتون. انت انسان على خلق، خلق كبير. انت تشرفهم وتشرف طوايفهم اللي انا منهم. خالد الله يخليك، لا تخلي هالاوهام تسيطر على مخك. لا اوهام؟ كان زين اوهام. هذا الحكي اللي يقولونه اخوانك بالمحاكم والدواوين، بالمحاكم والدواوين يقولون هالحكي. اخونا هذا اخونا؟ تدرون انتم منو امه؟ ما يدرون امي منو؟ يعايروني بامي، قاعدين يعايروني بامي، ما يدرون امي شلون جت. انت تدرين انا شلون ولدت؟ انت تدرين ابوك شلون اخذ امي؟ على سنه الله ورسوله. صدق اللي اعرفه انه كان دينها غير، ما دي مو دين، غير غير ما ادري شنو، بس لما تزوجت اسلمت. دين؟ هذا اللي فهمتي؟ يا مثقفه اللي تقرين بين السطور، هذا اللي فهمتي؟ دين؟ اي دين. دام مو فاهمه لا تعلقين ولا تتدخلين أسماء أرجوك. مفهمة صراحة، مفهمة شيء، مفهمة شيء، ما أدري إيش تقصد. مفهمة أسماء، شلونك؟